كيلر. تستعدوا لتقديم نشرة الأخبار المقبلة، فهي تقدم نشرات الأخبار في قناة دي دبليو منذ 15 عاماً، وتقدر إمكانية العمل بحرية لم تكن متوفرة في ألمانيا الشرقية. نشأت بيرغيت في مدينة شفيرين الجميلة في شمال ألمانيا، وهناك بدا الجدار بعيداً جداً، لكن هذا تغير حين انتقلت إلى برلين في الثمانينيات، وسكنت في شقة في مباني ألمانيا الشرقية المعتادة. كنت سعيدة جدا بانتقالي إلى برلين، وشعرت سريعا باقتراب الصراع بين شرق ألمانيا وغربها. فحين تكون في وسط برلين وتخرج من المتجر تجد نفسك أمام الجدار. كان شعورا لم أعهده من قبل، لكنني تربيت بطريقة جعلتني أواجه المدينة بشجاعة. ثم تعرفت على أندرياس. كان أندرياس أول حب لبيرغيت، وكان يمضيان وقت فراغهما معا، لكن أندرياس أراد مغادرة ألمانيا الشرقية، فحصل فجأة على تصريح بالسفر، وبقيت بيرغيت وحدها في المدينة، فقررت سريعا اللحاق به إلى الغرب. فكرت حينها أنني إذا لم أتبعه فسأندم على ذلك طوال حياتي، وبالتالي لم تكن مغادرة ألمانيا الشرقية مسألة مطروحة للنقاش. هل أبقى وحدي في ظل هذا النظام؟ كيف سأتدبر أمري؟ بعد أن حصلت على تأشيرة سياحية، سافرت بيرغيت إلى هنغاريا في أكتوبر عام 89، وذهبت مع أندرياس إلى الحدود مع الغرب. كنت خائفة ومتوترة جداً، وكلما اقتربنا من الحدود أكثر كنت أفكر ما الذي سيحصل خلال الدقائق المقبلة. هل سنفلت أم أنهم سيعتقلوننا وسينتهي بنا الأمر في السجن؟ لكن شرطة الحدود تركت بيرغيت تعبر، وهكذا نجحت في الهرب قبل سقوط الجدار بشهر واحد. نشأت على فكرة أن هذا الجدار لن يزول أبداً وسيبقى طوال حياتي وحياة أبنائي وأحفادي. هذا ما كان يقوله لي والدي. وحين سقط الجدار انتابتنا فرحة عارمة، فقد فتحت الحدود وأصبح لدي أمل في رؤية والدي قريباً. بعد سقوط الجدار بقيت بيرغيت مع أندرياس، وأسسا لحياة جديدة في مدينة كولونيا قبل أن ينتقل إلى برلين. وبعد بضع سنوات انفصلا، وفي سن 38 توفي أندرياس بعد أن أصيب بمرض السرطان. تمنيت دائما أن نجلس سويا على مقعد في الحديقة حين يتقدم بنا السن، وأن نروي حياتنا لبعضنا بعدما مررنا بنفس التجارب، لكن هذا لن يتاح لي. هذا هو المحزن في القصة، وهو أنني سأعيش دائما تلك الذكريات بمفردي.